حزب تحرير تونس شنو تقيمك فيه؟ يعني الأحزاب تبنى على أفكار، تبنى على تصورات. هذا رئيس حكومة وكان موجود، جاء لما مجموعة من البرلمانيين اللي هما كان نقزوا في فاجونة. إذا ما شوف ناس تنقز في الفاجونة، يا أخي أنا ما كنتش النجم نقز في الفاجونة وراني وزير وراني يعني هو فاجونة، لكن ما يشبش توصل لديستيناسيون. ما كان نقزوا في الفاجونة تاع الباجي قبل باش وصلوا. يا أخي الناس اللي تراهم توي يهاجموا في الباجي ويسبوا في الباجي، يا أخي شكون كان يعرفهم؟ كان مش الباجي هالأسماء تاع البرلمانيين هذوما ولا توزروا ولا شكون كان يعرفهم؟ شكون كان يصوت لهم؟